السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص رعب حقيقية مجمعة، بناء على الاستفتاء اللي عملته في القناة واللي كان بتصويت الأغلبية لحلقة تانية من القصص الحقيقية. في الأول حابب أشكر كل حبايبنا من مصر والسعودية والجزائر والعراق والمغرب، لأن الخمس دول دول بالترتيب هم أكتر دول متابعينا ومهتمين بكل محتوانا. بشكركم من كل قلبي وأتمنى أقدم لكم المحتوى اللي يستمر في إمتاعكم. في تجميعة النهاردة جبت لكم قصص حقيقية عن ناس حكوا مواقف مرعبة حصلت لهم وقرروا ان هم ينقلوها. فمن غير ما اطول عليكم ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، وانت في طريقك بالمرة هاتلك حاجة تروق عليك ويلا نبدأ الحكايات. القصة الاولى. القصة دي حصلت لي من زمان لما كنا ساكنين في اسكندرية قبل ما ننقل للقاهرة. شقتنا كانت في الدور الاول، وجارنا اللي فوقنا بالظبط كان كبير في السن وولاده كلهم متجوزين وزوجته متوفية، يعني من الآخر عايش لوحده خالص. واللي كان مخليه قاعد في الشقة ورافض انه ينقل او يعيش مع حد من ولاده هو ان عنده كشك صغير تحت البيت بيسترزق منه، وبكده يبقى البيت جنب الشغل فمش بيبذل مجهود، عشان عمره كمان مش هيساعده انه يشتغل في مكان بعيد. المهم الراجل ده عشان ما اقولش اسمه الحقيقي خلينا نشير ليه باسم عم عادل. عم عادل كانت هوايته المفضلة قراية كل حاجة ليها علاقة بالجن والسحر. كنت كل ما اعدي من جنب الكشك بتاعه الاقيه مركز جامد في القراية، سواء كتب او احداث ليها علاقة بناس اتسحرت او اتلبست. وكنت لما اسأله عن سر الحب ده كان بيقولي العالم ده فيه حاجات كتير يا ابني احنا ما نعرفش عنها حاجة، والحاجات دي بتمسنا سواء خدنا بالنا او لا، احنا مشتركين في عالم واحد وظهور او تقاطع الحاجات دي في عالمنا شيء حتمي بقصد او من غير قصد. كلامه كان بيخليني مش برتاح بصراحة، لحد ما في يوم كنت معدي من جنبه وطالع العمارة لقيته بيناديني وبيقولي انه عايز مساعدتي في تطليع صندوقين لشقته، كانوا تقال قوي. فسألته بهزار قلت له هما فيهم ايه دول يا عم عادل؟ قال لي دي كتب، كتب هتخليني اشوف اللي نفسي فيه. في الاول ربطت ان قصده انها كتب قصص رعب عشان هو بيحب يتعمق في القصص دي قوي. طلعت لشقته وحطيت الصندوقين واخدت بالي من حاجة غريبة جدا، لقيت في الصالة على السفرة شموع كتير وباين انها جديدة ولسه محدش استخدمها. مرضتش اتدخل في اللي ماليش فيه واسأله، بس استغربت قوي لان الكهرباء مش بتقطع عندنا خالص. نزلت لشقتنا وعشان اليوم كان طويل قوي رحت انام على طول. على نص الليل مش فاكر في حدود الساعة كام صحيت على صوت زي خبط على الارض فوقي في شقة عم عادل. صوت خبط على الارض عالي قوي، قلت هو بيعمل ايه في ساعة متأخرة زي دي يخليه رزع في الأرض بالشكل ده. غمضت عيني تاني وبدأت أسمع أصوات خبط وترزيع في الشقة فوق وتكسير إزاز كمان. قمت من مكاني وطلعت للبلكونة، وفعلا الصوت كان عالي وجاي من الشقة اللي فوقنا، والتخبيط وصل للإزاز بتاع البلكونة بتاعته كمان. قلقت قوي، طلعت في عز الليل لعم عادل ولما قربت الباب وعشان أخبط عليه سمعت صوت كلام، صوت تمتمة، وبرضو بسمع أصوات تخبيط جوه البيت. كنت خايف أقرب للباب، إحساسي إن في حاجة مش مظبوطة في اللي بيحصل ده كان مالي قلبي، بس قلت لازم أطمن عليه. خبطت على الباب وأول ما عملت كده الأصوات هديت ورد علي عم عادل بصوت حسيته مجهد وخايف. كريم في حاجة يا ابني؟ قلت له انت كويس يا عم عادل؟ انا سامع صوت خبط عندك وفي حاجات بتتكسر كمان. قال لي لا مفيش حاجة ما تشغلش بالك، انا بس كنت بتفرج على التلفزيون بصوت عالي مش اكتر. شكرا على سؤالك يا حبيبي. استغربت انه ما فتحليش الباب حتى. مفيش مشاكل، المهم اني اطمنت انه هو بخير. نزلت الشقة تاني وكملت نوم، بس راحتي ما استمرتش كتير
لما صحيت قرب الفجر برضو على خبط أكتر، والمرة دي كان في صوت استنجاد، عم عادل بيستنجد وبيقول الحقوني حد يلحقني أرجوكم. قلت لا مستحيل ده يبقى فيلم. طلعت من قطي ولقيت أهلي واقفين في الصالة ومستغربين من الأصوات اللي بيسمعوها فوق. قلت لهم واقفين ليه يا جماعة؟ تعالوا نطلع نشوف عم عادل جراله إيه، يمكن يكون في حرامي في شقته. طلعنا فوق بسرعة ولقينا الجيران كمان واقفين قدام باب شقته وبيخبطوا عليه بس ما بيردش. قلت لهم لازم نكسر الباب، السكوت المفاجئ ده ما يطمنش. وفعلا فضلنا نرزع في الباب جامد ونزق فيه، وهو باب قديم بشراعة أزاز فما كانش صعب يتكسر يعني. قعدنا نخبط في الباب لحد ما أخيرا اتكسر. المكان ريحته كانت وحشة قوي، ضلمة، ومن أول الصالة اللي بره لحد أوضة المعيشة الشموع في كل مكان على الأرض، الشبابيك كلها مقفلة جامد من جوه والستاير مقفولة، كل حاجة في الشقة مكسرة، المطبخ والنيش كل حاجة أزاز متفتتة على الأرض. مشينا برعب وخوف للأوضة اللي جوه، وفي نص الأوضة عم عادل غرقان في دمه، محدش جاب الشجاعة يقرب منه. اتصلنا بالإسعاف وفضلنا بصين ناحيته، حواليه كتب غريبة قوي، مش كتب قصص رعب زي ما أنا كنت فاكر، كتب جواها طلاسم وكتاب مشهور بتاع سحر مش بحب أقول اسمه. لقيناه جنبه ومفتوح على صفحة فيها كلام غريب جدا وأشكال أغرب. عم عادل حاول يتصل بالجن، حاول يكسر الحاجز اللي ياما كان بيحكي عنه. لما الإسعاف جه وخده طبعا الشرطة تدخلت بعدها لوجود شبهة جنائية، لقوا ندوب وكدمات في كل حتة في جسمه كأنه اتضرب كتير قوي قبل ما يموت. كان راجل كويس قوي، ونفسي أعرف ليه حاول يلمس العالم ده. ومن ساعتها وأنا بخاف قوي من أن يتقاطع مع العالم المرعب ده. القصة التانية، البيت اللي احنا عايشين فيه كان قدامه بيت مهجور وأهله سايبينه من زمان جدا، وما كانش فيه حد بيقرب ناحية البيت ده خالص. البيت ده كان ليه بوابة حديد كبيرة قوي مدهونة باللون الأحمر، وبسبب كده كان معروف في المنطقة باسم بيت السور الأحمر. البيت ده أنا كنت أقدر أشوفه من شباك أوضة النوم بتاعتي ومن طفولتي، وأنا بتجيلي كوابيس بسبب البيت المهجور ده. في يوم من الأيام كنت بلعب بلاي ستيشن في أوضتي كالعادة، وكانت الساعة 9 بالليل تقريبا، وعشان أنا ساكن في منطقة فاضية شوية فكانت الدنيا بتبقى سكوت خالص من أول الساعة 7 بالليل. المهم وأنا بلعب يومها وفي وسط الهدوء اللي كنت فيه، فجأة سمعت صوت صريخ جاي من البيت ده. سبت اللي في إيدي ورحت أبص ناحية البيت من شباك أوضتي، بس مش شايف حاجة خالص والدنيا ضلمة قوي جوا البيت. ما حطيتش في بالي وقعدت تاني مكاني وقلت يمكن بيتهيألي، ومفيش 5 دقايق وسمعت نفس صوت الصريخ جاي من البيت تاني. إحساس فضول الشباب سيطر عليا ساعتها، وحسيت إن دي فرصتي إني أستكشف البيت ده وأعرف أسراره. خدت كشاف كنت مشتريه عشان أروح للبيت ده مع أصحابي، بس كانوا دايما بيخافوا يجربوا يدخلوه فكنت شايله ومعرفتش أستخدمه إمتى، ودلوقتي جت لي الفرصة. رحت للسور الأحمر وزقيت الباب، وهو أصلا كان دايما متوارب ومش مقفول بقفل ولا حاجة. دخلت من السور وقربت الباب البيت، حركت الأكرة بالراحة وكانت مش مقفولة هي كمان، الباب أصلا مفهوش لسان يقفله. دخلت البيت والمكان كان ضلمة قوي، وأول ما بقيت جوه البيت بدأت أحس بصوت تزييقة جاء من مكان جوه البيت، صوت حاجة بتزيق بصوت مستمر ومتكرر. فتحت الكشاف اللي في إيدي وبدأت أتمشى جوه البيت اللي كان مترب خالص
كل ما كنت بتعمق في البيت كل ما كان صوت التزييق بيعلى اكتر. دورت في كل اوض الدور الارضي وكلها فاضية خالص، والفرش كان بس في الصالة اللي قدام البيت، وبرضو صوت التزييق مستمر. مش عارف ده صوت حاجة بتزيق ولا صوت أرضية خشبية قديمة حد بيتحرك عليها. كنت خايف قوي، بس الفضول جوايا كان أكتر من الخوف. لقيت السلم اللي بيودي للدور التاني، بس لقيت باب سرداب جنبه، والباب كان مفتوح شوية. ولما قربت للباب اكتشفت ان الصوت جاي من تحت. قلبي بدأ يدق جامد ساعتها، وكنت مرعوب قوي. كنت بقول لنفسي هتستفيد ايه، ارجع واجري من مكانك ده، بس برضو كنت بقاوم وبقول لنفسي انا وصلت هنا، فيها ايه لو كملت لتحت. وفعلا فضولي انتصر للمرة التانية الليلة دي، واول ما خدت خطوة على السلم اللي بيودي للسرداب حسيت الصوت بدأ يعلى وبيعلى أكتر وأكتر مع كل سلمة باخدها لتحت، ونور الكشاف بدأ يتهز من رعشة إيدي من الرعب اللي كنت حاسه. وصلت لتحت ووجهت الكشاف للناحية التانية عشان أشوف الصوت ده جاي منين، واتجمدت في مكاني لما النور جه على حاجة بتتحرك. كان كرسي هزاز، وكان هيغمى عليا لما بصيت كويس وشفت ان الكرسي ده عليه حد. انا شايف ظهره وراسه، حد على الكرسي الهزاز اللي قدامي. الكتلة اللي جاء عليها النور ما نورتش، فضلت ضلمة كأنها مش متأثرة بالنور. وفجأة الكرسي وقف وبطل يتحرك. ما استنتش، طلعت اجري على السلم وقفلت باب السرداب ورايا وخرجت برا البيت، ورزعت باب البيت ورايا كمان، وخرجت من السور وجريت بسرعة للشقة. كنت بجري بكل قوتي. رحت البيت وقفلت الباب بالترباس، واتصلت ببابا حكيت له على اللي حصل، ولقيته متفاجئ جدا وقال لي ازاي ده محدش ساكن هناك خالص، وقال لي استنى انا جايلك دلوقتي بسرعة. وهو لسه بيكلمني بصيت من الشباك بتاعي ولقيت في وشي اللي عمري ما هنساه بكل وضوح، في شباك من شبابيك البيت المهجور، راجل واقف ومش مدي اي ملامح، واقف باصص لي جامد. قفلت الستارة وقلت يا رب يفضل موجود لحد ما يجي بابا. بعدها بشوية لقيت بابا جاي مع الشرطة وفتشوا البيت، وللأسف ما لقوش اي حاجة جواه الا الفرش اللي كان في الصالة وكرسي خشب هزاز في السرداب. عمري ما هنسى الموقف ده، وعمري ما هفكر أرجع للبيت المسكون تاني أبدا. القصة الثالثة. شغل المصانع متعب جدا، وعادة ما بنضطر نشتغل لساعات متأخرة من الليل، وساعات بنبات كمان في الشغل. أنا شغال أمن في مصنع في منطقة مقطوعة للأسف، وحوالين أرض المصنع الدنيا فاضية خالص ومفيش ولا مبنى جنبنا، والحاجة الوحيدة اللي ربطانا بالدنيا اللي حوالينا هو الطريق الصحراوي. لما بيجي الليل بنكون في الشفت أنا واتنين تانين من زمايلي، ومن كتر ما احنا في مكان فاضي مجرد ما بنخرج برا المصنع وحدود الإضاءة اللي حواليه الدنيا بتقلب كحل خالص، ويدوب الواحد بيعرف يشوف إيده من شدة الضلمة. كان لازم أوصف لكم الضلمة بالذات لأن القصة مرتبطة بيها ارتباط مباشر. في ليالي بنكون جايبين كراسي وقاعدين باصين للطريق السريع اللي برا المصنع، وفي أثناء جلوسنا بنحس بتحركات حوالين المصنع. طبعا ما كناش بنسكت لأن ده شغلنا، إننا نحمي المبنى، بناخد كشافات وناخد لفة في كل مكان حوالين المصنع، بس مش بنلاقي أي أثر لأي تحرك ولا حتى أثر جزم على الأرض الترابية اللي بتحيط المصنع من كل الاتجاهات. المهم بقينا متعودين على الموضوع ده وبيتكرر معانا كتير قوي. في ليلة من الليالي كنت قاعد لوحدي برا، وصحابي الاتنين دخلوا يعملوا شاي لينا احنا التلاتة، وفي وسط السكوت وبرضو من الضلمة المعتمة سمعت صوت حد بيقول لي تعالى عايز اقول لك حاجة. طبعا انا نطيت من مكاني
وناديت زمايلي وقلت لهم اللي سمعته، بس ما صدقونيش لأن ولا مرة حصل معانا حاجة زي كده. فجأة وإحنا قاعدين بعدها سمعنا زي صوت ناس بتجري، قمنا ورحنا ناحية الصوت بس برضو مفيش أي حاجة. كنا ساعات بنفكر نستقيل من الشغلانة دي، وكل ليلة بتعدي علينا بنبقى حاطين إيدنا على قلبنا عشان ما تتكررش الظواهر الغريبة دي. في ليلة من الليالي وبرضو وإحنا قاعدين مع بعض، زميلي قال لنا إنه هيدخل جوه يريح شوية. قلنا له تمام، ولما دخل جوه فجأة لقيناه بينادي بعلو صوته، وصوته مهزوز وباين عليه الخوف. دخلنا جوه ولقيناه بيشاور في اتجاه الإزاز اللي بيبين الناحية التانية من المصنع، واللي وراه أرض فضة خالص. لقينا ظل راجل واقف هناك وعيونه بس هي اللي باينة، وقال الجملة اللي سمعتها قبل كده وأنا لوحدي: تعالى تعالى وشوف. طلعنا برا المصنع ولفينا حواليه ورحنا الناحية التانية، وفعلا المرة دي لقينا خطوات رجل. فضلنا ماشيين وراها والكشافات في ايدنا لحد ما وصلنا لنقطة وقفت عندها كل خطوات الرجل. كان واضح ان المكان ده التراب اللي فيه عالي شوية عن الاماكن اللي حواليه. فكرت اننا نحفر بايدنا ساعتها، وبدأنا بالفعل نحفر، وفي وسط حفرنا غرست ايدي جامد في الرمل وحسيت ان لمست حاجة زي ما يكون جلد. وقعت في مكاني لما لقيت ايد انسان بجد. بصيت لصحابي وقلت لهم: دي جثة، دي جثة بجد ولا ايه؟ جرينا نتصل بالشرطة بس الارسال كان قاطع ساعتها. لما حفرنا عشان نطلع الجثة بعدها لقينا في نجمة زي نجوم السحر مرسومة على بطن الجثة، وربطنا الدنيا ان حد اكيد استخدم الرجل ده في طقوسه الشيطانية. اليوم اللي بعده حكينا كل حاجة للبوليس، ومكناش قادرين نكمل شغل في المكان ده بعد ما عرفنا ان كل الاصوات اللي كنا بنسمعها دي ممكن تكون لناس بيعملوا طقوس وسحر في المكان اللي بناكل منه عيش، وان لو استمرينا في المكان ده ممكن في يوم من الايام ينتهي بينا الحال زي الرجل اللي شفناه ده. والاغرب اكتر، هي دي روح الشخص اللي مات؟ هي اللي جت نبهتنا على مكان جثته؟ مش عايز اعرف ولا افتكر الايام دي تاني ابدا. القصة الرابعة. وانا صغير كنت بحب العب مع اصحابي لعبة خلاويص، بس كنا بنلعبها فرق، فكنا عاملينها بشكل مختلف. بدل ما واحد بس يدور على الناس المستخبية، احنا خليناها فريق بيدور على فريق مستخبي، والمستخبيين لازم يوصلوا لنقطة معينة ويلمسوها، واللي بيدوروا المفروض يلاقوهم قبل ما يوصلوا لهدفهم، وهكذا. المنطقة بتاعتنا كان فيها زي جنينة مركزية في نص كل 6 عماير كده، وكانت العماير دي فيها أطفال كتير في نفس عمري. ومن هنا بدأت اللعبة، وبدأناها من وإحنا عندنا 8 سنين لحد ما بقى عندنا 13 سنة تقريبا. كانت سنة 2008 وأنا كان عندي 11 سنة وقت الحكاية دي، وكانت ليلة اتجمعنا فيها عشان نلعب مع بعض لعبتنا. كنا 6 بس يومها، فقررنا نقسم الفرقتين لـ3 في كل فريق. عملنا قرعة وفريقنا كان أول فريق هيستخبى. الفريق التاني بدأ يعد تنازلي من 30، وإحنا بدأنا كل واحد مننا يروح يستخبى في مكان. ساعتها أنا رحت المبنى من الـ6 مباني اللي حوالين الحديقة، وجات لي فكرة حلوة قوي. لقيت غطا تقيل أخضر كان جنب جزء في عشب كده، وشوية شجيرات بسيطة جنب مدخل العمارة. خدت الغطا ده وقعدت جنب شجرتين قصيرين وغطيت نفسي بالغطا فما كنتش باين خالص. شوية كده وحسيت بواحد من الفريق التاني بيقرب للمكان اللي أنا كنت مستخبي فيه، فتسحبت بالراحة لسور العمارة اللي جنبها. ولما قربت برضو سمعت صوت واحد من فريقي وهو بيتمسك، وشفتهم وهم بيطلعوه من المكان اللي كان مستخبي فيه. حسيت انها فرصتي عشان اجري واوصل للمكان اللي هيكسبنا. قررت اشيل البطانية وابص حواليا بصة اخيرة قبل ما اخدها جري بسرعة. واول ما عملت كده حصلت حاجة غريبة قوي. سمعت صوت رجل ورايا في وسط العشب، ولسه كنت هلف عشان اشوف مين اللي ورايا حسيت بايد بتمسكني من كتفي جامد، وكتفي بدأ يوجعني قوي من المسكة القوية دي. قعدت احاول افلت من المسكة دي، وفجأة
عرفت أخرج من مكاني وخدتها جري للهدف. وأنا بجري سمعت ضحكة بصوت عالي ورايا، مركزتش قوي وقلت هو اتجنن ده ولا ايه، دي مجرد لعبة. بس لما وصلت هناك لقيت التلاتة بتوع الفريق التاني واقفين ومستنييني لأنهم مسكوا باقي فريقي. قلت لهم لحظة، أمال مين اللي مسكني هناك؟ لقيتهم بدأوا يبصوا لبعض ومتلخبطين من سؤالي، كلهم حلفوا إن محدش جه جنبي خالص ولا شافوني في المكان اللي قلت لهم عليه. قلبي بدأ يدق جامد لما حسيت إنهم مش بيكذبوا عليا فعلا. خفت قوي من اللي حصل لي، وبالذات إن فعلا المسكة كانت قوية قوي لدرجة إن عظمي وجعني لحد دلوقتي. والضحكة الغريبة اللي سمعتها بعدها كمان لما ركزت فيها لقيت إنها ما كانتش ضحكة عادية، كأنها ضحكة حد مجنون ومش طبيعي. لما حكيت لهم على اللي حصل أصروا إن هم يروحوا معايا للمكان اللي قلت لهم عليه. ولما وصلنا هناك ما لقيناش أي حاجة، والمكان مفهوش أي أثر لأي حد. من ساعتها وإحنا بنحاول نبعد عن العمارة دي كل ما نيجي نلعب خلاويص. القصة الخامسة. أنا عندي 30 سنة وعايش في البيت مع أخويا. أهلنا متوفيين وإحنا متفقين إن أنا أخد الدور اللي فوق وهو الدور اللي تحت من بيتنا اللي عبارة عن شقة دوبلكس دورين. أخويا مش بيقعد في البيت كتير لأنه غالبا بيبات برا مع أصحابه لأنهم مقضينها سفاري وفسح طول الوقت. وزي ما قلت قبل كده أنا عندي 30 سنة والمفروض إن وجودي في البيت لوحدي ما يخوفنيش يعني، بس عشان أكون صريح أنا ساعات بخاف زي الموقف اللي هحكي عليه دلوقتي. في ليلة من الليالي كنت قاعد في البيت لوحدي بتفرج على فيلم رعب في أوضة المعيشة. الجزء اللي أنا واخده من الشقة كله مفتوح على بعضه، والمطبخ المفتوح وأوضة المعيشة وأوضة السفرة كلهم مفتوحين على بعض من غير حيطان، والكنبة اللي بقعد عليها قدام التلفزيون في نص الأوضة. وده معناها إن وأنا بتفرج على التلفزيون في جزء كبير من الشقة بيكون ورايا مفتوح. وبالنسبة للي بيخافوا أو بيقلقوا بسرعة ده مش وضع مريح خالص للفرجة على فيلم رعب. وبصراحة كنت طول ما أنا بتفرج قاعد اتلفت حواليا من القلق والخوف. كانت مغامرة قلت أجربها مرة في حياتي. المهم إني كنت طول الوقت الليلة دي ما كنتش مرتاح وحاسس إن في حاجة غلط. خلصت الفيلم ورحت أنام. أظن إن نومي ما كملش ساعتين لما صحيت من النوم على صوت أخويا من الدور اللي تحت. سامع صوته كأنه بيكلم حد بس الكلام ما كانش واضح. في الأول قلت لنفسي يمكن بيناديني، بس عشان أنا قافل الباب صوته مش واضح. فتحت الباب وبرضه سامع صوته كأنه بيكلم حد، يمكن بيتكلم في التليفون. ناديت عليه من فوق بس ما كانش بيرد عليا. نزلت تحت والخوف كان مالي قلبي والمكان كان ضلمة خالص ومفيش حاجة باينه. فتحت النور وبصيت في كل حتة بس ما لقيتوش. قلت أدخل أوضته يمكن بيتكلم من جواها. فتحت الباب لكن مش موجود برضه. طلعت من أوضته وكنت عايز أجري لفوق من الرعب اللي كنت حاسس بيه ساعتها. ناديته بصوت عالي وقلت له أنت فين يا ابني؟ بس مفيش أي رد. وفجأة وأنا راجع للسلم تاني سمعت صوت حاجة بتقع جوه أوضته، وفي ساعتها جريت على السلم زي العيال الصغيرة من الخوف. رحت أوضتي ومسكت موبايلي واتصلت بيه بس ما كانش بيرد عليا. قمت قفلت باب الأوضة بالمفتاح ورجعت للسرير تاني. اليوم اللي بعده الصبح لقيت رسالة من أخويا بيقول لي كنت عايزني في حاجة؟ اتصلت بيه على طول وقلت له أنت كنت في البيت بالليل؟ قال لي لا ما جيتش، سهرت في بيت واحد من صحابي. اتثبت في مكاني من رده. ولما نزلت للأوضة بتاعته عشان أشوف إيه الحاجة اللي سمعتها بتقع امبارح بالليل ما لقيتش حاجة على الأرض أصلا، والأوضة مترتبة كويس قوي. مش عارف إيه اللي أنا سمعته بالليل ده، بس أتمنى أكون بيتهيألي عشان أنا مش حمل أي احتمالية إن يكون للجن أو الأشباح أي تدخل في الحادثة اللي حصلت امبارح. دي كانت خمس قصص حقيقية أنا جمعتها لكم، أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى ما تنسوش الاشتراك والتعليق واللايك،
ولو تعرفوا حد بيحب القصص المرعبة ياريت لو تشاركوا الفيديو ده معهم. شكرا لكم على دعمكم، وأشوفكم في قصص جديدة حقيقية قريب جدا. تحياتي لكم والسلام عليكم.